سوق الصدرية من أقدم أسواق بغداد، أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى الشيخ صدر الدين إبراهيم الشافعي. ويشكل سوق الصدرية روح المنطقة، حيث يعتبر امتدادا لسوق الدهانة وجزءا من سوق الشرجة. أما سوق الصدرية كان هنا الشيخ صدر الدين واندفن هو هنا، بعدين سموا سوق الصدرية. أولا سوق الصدرية من أقدم الأسواق في بغداد. ثانيا أغلب البغادة يعني سكان عاصمة بغداد يرتادون هاي الأسواق، تذكرهم بالأشياء القديمة، الأشياء اللي يحبون يتذكروها. أسر بغدادية تقصد السوق كل يوم جمعة لتشتري منه المواد الغذائية والفواكه والخضار واللحوم والأسماك، حيث ما زال يحتفظ ببعض أكلاته وحكاياته الشعبية القديمة. هذا سوق الصدرية سوق شعبي قديم، جميع ما الله خالق موجود فيه، والبغداد كلها تجي تتسوق منه. يعني كل شيء مسواق، يعني مخضر على البهارات، على لحم، على سمك، يعني سوق شعبي، سوق قديم. أصحاب السوق القدامى لا تزال مجالسهم عامرة بذاكرة تعود لعقود مستصحبين منها ما هو طريف وظريف. لما نكمل زيانة، لما حط الصابون وجه الصفحة الأولى سواها بالموس، سمع حس الأغنية، عاف الرجال وإجا. الرجال طلع وراء، يا معود، قال لي يا معود زور السيدة تغني. ورغم أهمية السوق، إلا أن الذي يدخلها اليوم يرى الإهمال وسوء الخدمات وعدم تنظيم أماكن الباعة المتجولين، رغم أهمية السوق في حاضره وماضيه. وسوق هذا قديم، إلى حضارته ولا ناسه يعني قدامه، بس مع الأسف يعني الدولة ما معتنية بترتيبه ونظامه زين يعني. والله أريد الدولة تلتفت له شوية، تعتني به أكثر بعد. يعني هذا سوق قديم إلى تاريخه يعني. كل هذا الإهمال لأحد معالم العاصمة يبقى غائباً عن أمانة بغداد التي لا يبعد مقرها سوى عشرات الأمتار فقط عن السوق، إلا أن من كان جار السوق يوماً جاره عدت فضائله من الأوزار.